بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله ده توتوريال رقم 2 في مادة Transport Systems، ومعاكم باشمهندس محمد عادل البطل. خلينا نبدأ كده. بنتكلم النهاردة عن حاجة اسمها Side Distance. إيه Side Distance؟ قالك Side Distance دي أقصى مسافة بتشوفها على الطريق وأنت ماشي. يعني لو افترضنا إن ده الطريق وأنت ماشي بعربيتك أهي، أقصى Distance عينك بتقدر تجيبها لحدها، دي Distance دي بنسميها إيه؟ Side Distance. حلو؟ قال لك السايد ديستنس دي must allow sufficient distance for a driver. لازم ان انت توفر الدرايفر ده مسافه كافيه عشان يعمل حاجتين. اول حاجه اسمها perceive او react، ان هو يبتدي react، يدرك الشيء اللي حواليه، يعني يدرك ايه الموقف اللي قدامه او اللي موقف الطريق، وان هو يعمل stop لو ايه الموقف مستدعي ان هو يعمل stop. لازم انت ايه تبقى المسافه دي كافيه للحاجتين دول. قال لك السايد ديستنس دي مقسمه لثلاث حاجات. عندي حاجه اسمها ستوبنج سايد ديستنس. ستوبنج سايد ديستنس انت ماشي على الطريق مثلا، لقيت ان النقطه دي لقيت حادثه هنا، فدي المسافه اللي انت محتاجها عشان ايه؟ عشان ان انت تقف قبل ما تخبط ايه في الحادثه. عندي حاجه تانية، حاجه اسمها الباسنج سايد ديستنس. الباسنج سايد ديستنس دي تخيل معايا ان انا عندي طريق، الطريق ده تو واي تو لين، يعني حارتين اتجاهين، اتجاه رايح كده والاتجاه التاني ده رايح كده. تخيل معايا مثلا ان في عربية تانية قدامها كده، دي المسافة اللي انت بتحتاجها عشان تتحرك من النقطة دي، تروح جاي على اللين التانية وتروح راجع تاني، والمسافة دي لازم تكون كافية ان انت العربية دي ما تلحقكش. فدي اللي بنسميها الباسنج سايد ايه ديستنس. انت بتعمل باسنج العربية تانية قدامك، ودي ما بنستخدمهاش غير ان الطريق ده يكون حارتين اتجاهين. تالت حاجة، اسمها الديسيشن سايد ديستنس. ايه الديسيشن سايد ديستنس دي؟ تخيل نفسك مثلا انت على اخر طريق السويس، ادي ده طريق السويس، وعلى اخر طريق السويس هنا في طلعة ايه دائري اتجاه المعادي، وهنا الساين مثلا اللي مكتوب عليها ايه المعادي. حلو، دي الديسيشن سايد ديستنس، دي مسافه المفروض اوفرها لك عشان لو ان انت جاي في اخر طريق السويس ماشي على الحاره الشمال، مسافه بوفرها لك بحيث ان انت تلحق تيجي على اقصى اليمين وتبتدي تروح طالع الطلعه بتاعتك عادي. حلو، طب اذا طب المسافه دي، طب انا بعد ما احسبها هنفذها ازاي على ارض الواقع؟ وليكن ان انا مثلا ايه لقيت المسافه دي ب 200 متر كده، يبقى انا عرفت ان انا من طلعت المعادي لورا محتاج، هو يحتاج 200 متر عشان ينقل من اقصى الشمال لاقصى اليمين. بوفرها له عن طريق ان انا احط له ساين مثلا هنا قبلها ب 200 متر، اقول له ايه، اقول له الطريق دايري على بعد 200 متر بس، مش ايه مش اكتر. اللي احنا هنهتم بيه السنه دي الستوبنج سايد ديستنس. طب بالنسبه للباسنج والديسيشن، لا دول ايه مش هنهتم بيهم قوي، بناخد معلومة عنهم لكن هناخدهم أكتر السمستر الجاي. أول حاجة تعالى بقى إيه نكمل في الستوبنج. قال لك الستوبنج دي المسافة اللي أنا بحتاجها للدرايفر عشان يوقف قبل ما يعمل إيه هيتنج الأن إكسبكتد دي أوبشن. المسافة دي بتتكون من حاجتين، حاجة اسمها ديستانس ترافلد ديورينج بيرسبشن رياكشن تايم، وديستانس ريكوايرد تو بريك ذا فيكل. بصوا يا جماعة، إحنا دلوقتي ده الطريق، حلو، ودي الفيكل أو العربية بتاعتي. انا بحتاج المسافه اللي هي ستوبنج سايد ديستنس دي بعمل فيها حاجتين. اول حاجه ان انا بحتاج مسافه ان انا عشان ادرك الشيء اللي حواليا، يعني اترجم الدنيا حواليا في ايه، دي مسافه بنسميها بيرسبشن رياكشن تايم. طب خلاص انا خدت البيرسبشن رياكشن تايم دي وادركت ايه اللي موقف الطريق، وخدت قرار مثلا ان انا هفرمل. بدايه من ان انا هبدا ادوس على الفرامل، يعني من ان انا هبدا ادوس على الفرامل لحد ما هفرمل، المسافه دي بنسميها بريكنج ديستنس. يعني لو اتفقنا ان الديستنس دي كلها دي الستوبنج سايد ديستنس، اول جزء ده بنسميه بيف ديستنس، دي المسافه اللي انا بحتاجها عشان اترجم او ادرك ايه اللي موقف الطريق او الدنيا فيها ايه. طب انا خلاص خدت قرار مثلا ان انا هفرمل او هغير اللين او هعمل رياكشن ايا كان هو ايه الرياكشن، دي بقى المسافه اللي انا بحتاجها من هنا لهنا، دي اسمها بريكنج ديستنس. ايه بريكنج ديستنس؟ ان انا خلاص قلت مثلا هفرمل، فدي المسافه اللي انا بحتاجها عشان اغير من سرعتي مثلا لو 60 او 70 لحد ما اوصلها للصفر. اللي بنتكلم عنه هنا الستوبنج سايد ديستنس ده بيساوي بيف ديستنس زائد الايه البريكنج ديستنس. تعال بقى نتكلم على البيف ديستنس. ايه البيف ديستنس دي؟ قال لك البيف ديستنس دي اللي هي بيرسبشن رياكشن بروسيس. ايه برضو بيرسبشن؟ كلمه بيف اصلا بي اي اي في، تعال نشوف هي ايه على الطريق. لو انت ماشي، انا قلت لك احنا كده اتفقنا ان انت وانت ماشي بالعربيه في مسافتين، مسافه اسمها بيف ديستنس ومسافه اسمها بريكنج ديستنس. اتفقنا البريكنج ديستنس دي من اول ما انت خدت القرار لحد ايه ما توصل للصفر. طب البيف ديستنس دي عباره عن ايه؟ قال لك اول حاجه اسمها بيرسبشن. ايه البيرسبشن؟ البيرسبشن ده تخيل ان انت ماشي على طريق السويس،
ولمحت الطريق انت شايف في حاجة هنا، بس انت مش مجمع هو ايه اللي موجود هنا. يعني انت شايف العربيات الكار هيد لايتس، العربيات الانوار بتاعتها حمراء، بس انت مش عارف ايه اللي موجود. فده البرسبشن، ان انت ايه بتعمل، لسه ما شفتش تقريبا ايه اللي موقف في الطريق. تاني بروسيس الايدنتيفيكيشن. ايه الايدنتيفيكيشن؟ خلاص انت قربت سنة في الوقت بتاع البرسبشن ده، تقريبا انت كده عرفت ان مثلا في جمال معدية الطريق، يعني في جمال كده هتقطع طريق السويس. فده ايه الايدنتيفيكيشن، هل بقى موجودة جمال، ولا هل دي عربيات واقفة، ولا هل ده ايه اللي موجود على الطريق. بعد كده ده خلصنا الايدنتيفيكيشن، وليكن الايدنتيفيكيشن انا لقيت ان عربية راكنة على الحارة مثلا اليمين في طريق السويس. الايموشن، الايموشن ده هل ان انا هروح الحارة الشمال واكمل بسرعتي عادي، ولا هل افضل ماشي على الحارة اليمين زي ما انا واجي قبلها واعمل ستوبنج، ولا هعمل ايه. ده الايموشن. الرياكشن ده اخر حاجة، انت الايموشن ده بتفكر في كذا حاجة مع بعض. الرياكشن ده خلاص انا خدت قرار ان انا هروح، خدت قرار ان انا همشي وهفرمل قبلها، فخلاص الرياكشن. الرياكشن ده ان انا ايه ببدأ الوقت اللي انا من بعد الايموشن، الوقت اللي انا باخده لحد ما ان انا قررت هدوس فرامل. بس هل انا دوست فرامل؟ لسه ما دوستش ايه فرامل. دي الايه البي في، البي ديستانس اللي هي بتتاخد مسافه بي في تايم بالراحه كده. طب احنا من الكلام اللي من اللي احنا ايه من اللي احنا قلنا ده، قال لك ايه؟ قال لك البي في ديستانس دي عباره عن بي في تايم في السبيد. طب السبيد ودي سرعتي وانا عارفها، طب ايه البي في تايم؟ الوقت اللي انا باخده عشان يحصل البروسيس دي كلها. طب هل الوقت ده شيء اقدر احسبه؟ يعني هل ده شيء ملموس، ولا هل ده شيء جاي ايه؟ قال لك البي في تايم ده بيجي بناء على ستاتستكس معينه الناس عملوها، وبيقول لك خد البي في تايم ده خده بكذا، تمام؟ خلي دي دلوقتي. فانت دلوقتي انت عارف ان البي في ديستانس دي، البي في ديستانس هنا، هنا البي في تايم، التايم ده بالسكند، وهنا السبيد بالمتر بير سكند. حلو. لو ان انت، انا طبيعي طبيعتنا احنا في الطرق بحب اديك تشتغل لي باليونتس، نفس اليونتس اللي احنا بنعمل بيها الساينز. احنا الساينز عندنا اللي موجوده على الطريق بتبقى ايه، كيلومتر بير اور، وبره مصر بتبقى مايل بير اور. فلو ان انت معاك السبيد دي بالمايل بير اور، والتايم ده كده كده بالسكند، هتضرب، هيبقى الايكويشن 1.47 في البي في تايم في السبيد. كده السبيد احطها بالمايل بير اور على طول، والتايم بالسكند عادي. الكلام ده يديك الديستنس بس ايه بالفيت. طب جميل. طب لو ان انا، دي اول نقطة. طب لو ان انا مثلا مديك لو ان انا مديك السبيد دي بالكيلومتر بير اور، كده كده البي في تايم بالسكند. الكلام ده هتضرب الايكويشن دي هتبقى 0.278 البي في تايم في السبيد. هنا السبيد اقدر اعوض عنها بكيلومتر بير اور، والتايم كده كده ايه بالسكند. الكلام ده يديني البي في ديستانس بالمتر، هناك كان مدالي بالفيت. جميل. طب لحد دلوقتي كده انا عرفت كل حاجه ما عدا البي في تايم. انا البي في تايم ده انا عرفته، السبيد دي قلنا سرعتي، البي في تايم ده لسه ما نعرفوش. تعال نتكلم على البي في تايم. قال لك الرينج بتاع البي في تايم ده بيكون من نص ل 7 ثواني. الاشتو، انا احنا اتفقنا ان التايم ده مش شيء ملموس اقدر اعمله. قال لك الاشتو ده الكود اللي احنا بنصمم عليه، قال لك خده ب 2.5 سكند البي في تايم. فاحنا البي في تايم هناخده بكام؟ ب 2.5 سكند. اي كيس موجوده عندنا هناخده ايه؟ ب 2 ايه ونص سكند. طب ايه الفاكتورز اللي بتقفل يعني التايم ده؟ هم حسبوه ب 2.5 ده بناء على، او ايه الحاجات اللي بتاثر لي اصلا على التايم ده، او التايم ده يعني ايه اللي بيأثر عليه؟ قال لك اول حاجه الديجري اوف كومبلكستي. الموقف ده هل ده مور كومبلكس، هياخد وقت كتير، ولا هل ده مش كومبلكس؟ يعني ايه مور كومبلكس؟ يعني هل الموقف ده يعني مثلا، هل ده مثلا اللي انا داخل عليه ده، هل دي حادثه كبيره مثلا والدنيا بايظه وناس، ولا هل ده موضوع عربيه راكنه على جنب طريق فالموقف ده بتعرض له كتير فما يعتبرش معقد؟ قال لك تاني حاجه ديجري اوف سربرايز. يعني ايه ديجري اوف سربرايز؟ ان انت اي درايفر هو لو الموقف ده بيشوفه كتير هياخد رياكشن بسرعه. بمعنى يعني لو ان انا مثلا كل يوم مثلا رايح الجامعه، وانت رايح الجامعه المطب مثلا اللي قبل ما تدخل ايه عند ايه الحته بتاعت الشبراوي والشروق والكلام ده، المطب ده انت عارف ان كل يوم مثلا عربيه بتبقى مهديه عنده، فوانت ماشي لو لقيت عربيات مهديه في الحته دي خلاص ده موقفي هقدر اتحرك بسرعه يبقى مور كويكلي. طب لو ان انا مثلا عند الكوبري بتاع الكوبري اللي عند الشروق ده اللي هو الكوبري اللي عند مدينتي ماشي، ولقيت العربيات مهديه قوي في نص الكوبري، ده موقف ايه؟
ده موقف هياخد وقت. ليه؟ لان ده انت مش متعود عليه. انا مش متعود ان الحته دي عربيات مهديه فيها، لكن متعود ان قبل المطب، قبل ما ادخل عند الشروق كده، العربيات بتهدي في الحته دي عشان المطب. قال لك تاني حاجه الانفايرمنت، هل ان انا بسايق في طريق اربن او ولا رولر؟ ايه الاربن؟ الاربن ده احنا طبيعه الاربن ده اللي هو طريق حضاري، يعني ايه طريق في التجمع الخامس، طريق في مصر الجديده، الكلام ده. ايه الرولر؟ ده طريق ريفي. يعني ايه طريق ريفي؟ يعني اللي هو بنسميه بالعربي مدق، فاهمني؟ يعني طريق ايه طالع نازل مكسر كده، ومش مش متسفلت ولا كده. نايت اند، هل انت سايق الصبح ولا بالليل؟ هل انت سايق في مطره ولا الطريق ناشف؟ الانفايرمنت. قال لك بعد رابع حاجه بتاثر عليه البيرسون كونديشنز، هل ان الشخص ده، هل ده سايق بقاله يومين ثلاثه سايق مثلا، ده لو سواق عربيات نقل بيسوق كتير، فهل ده عنده فتيج من السواقه، بيسايق بقاله كتير، هل ده واخد دراجز ولا لا؟ كل الكلام ده هيأثر على ايه؟ ادراكه للموقف اللي هو فيه في نقطه البيف تايم. اخر حاجه الاكسبيرينس والايدج. اكيد انت لو ماشي، اكيد الراجل الكبير بيستوعب الموقف بياخد وقت عن مثلا شاب صغير، واكيد لو واحد يعني واحد بيسوق مثلا بقاله 10 سنين غير لو واحد لسه متعلم السواقه بقاله اسبوع. فده الايه اكسبيرينس والايدج، دي الحاجات اللي بتأفكت البيف تايم. على اساسها بيزيد، يعني لو ان هو كل ما سنه يزيد كل ما الايدج يزيد، لو شارب دراجز، لو عنده فاتيج، كل الكلام ده يزود ايه التايم ده. الاشتو قال لك ايه؟ قال لك خد التايم ده ب 2 ونص ايه سكند على طول، تمام. الفاكتورز دي هم عملوا عن طريق الاستاتستكس، قال لك دي اون افريج، ده الرينج المظبوط بتاعها. كده احنا اتفقنا على ايه؟ قلنا ان الستوبنج سايد ديستانس هو عباره عن البيف تايم زائد البريكنج ديستانس. البيف تايم ده اتفقنا عليه، اللي قصدي البيف ديستانس، وان البيف ديستانس دي عباره عن بيف تايم في ايه؟ في فيلوسيتي. والتايم ده اتفقنا ان هو ب 2.5 سكند، والفيلوسيتي هي سرعتك. تعالى بقى نروح البريكنج ديستانس. اتفقنا ان البريكنج ديستانس دي انا وانا ماشي على الطريق خدت، وانت ماشي على الطريق خدت شويه وقت لحد ما تفكر في القرار دوت ايه اللي هو الايه البيف ديستانس، المسافه دي. بعد كده خدت قرار ان انت هتدوس فرامل، بدايه من ان انت خدت القرار ده لحد ما توصل سرعتك للزيرو، ديت ايه البريكنج ديستانس. تعال نشوف ايه البريكنج ديستانس. البريكنج ديستانس دي من قوانين بقى اللي هي لو الحاجات دي تقريبا خدتها في الثانويه عامه من زمان. قال لك البريكنج ديستانس دي تساوي يو نوت سكوير ماينس يو فاينل سكوير على 30 اف بلس اور ماينس جي. ده لو ان انا شغال يو اس يونتس. يعني يو اس يونتس يعني لو اليو دي هتعوض عنها مايل بير اور، وهتديك البريكنج ديستانس قيمته بالفيت. طب لو شغال مترك، يعني اليو نوت واليو اف اللي هو السرعات دي هنعوض عنها كيلومتر بير اور، وهنا الايه الام دي ايه متر، ديت اللي هي البريكنج ديستانس. براحه كده، اليو نوت دي سرعتي اللي انا ماشي بيها العاديه، اللي هي هبدا ايه خلاص انا خدت قرار ان انا ادوس فرامل ماشي مثلا بسرعه 70، خلاص دي سرعه 70. ماينس اليو فاينل، اليو فاينل السرعه اللي انا عايز اوصل لها. هل ان انا وانا ماشي على الطريق ده، وانا ماشي لقيت ان انا في شجره قدامي، فانا احتاج اوصل تبقى اليو هعمل كومبليت ستوبنج. لو هتعمل كومبليت ستوبنج هتبقى اليو فاينل اللي انت هتوصل لها هنا بكام؟ بزيرو. ولا هل ان انا وانا ماشي على الطريق في عربيه قدامي فانا مش عايز اخبطها وهي ماشيه مثلا بسرعه 40، فهتبقى اليو فاينل بالنسبه لي 40، ان انا ابقى ماشي بنفس سرعتها بحيث ان انا ما اخبطهاش، على حسب السيتويشن الموجود عندك. طب كده اتفقنا على اليو نوت واليو فاينل. على 30 كونستانت دي على ان انت شغال هنا مايل بير اور وفيت، وهنا 254 انك شغال كيلومتر بير اور ومتر. اف بلس اور ماينس جي، تعال بقى ايه نشوف ايه الاف دي بلس اور ماينس جي. قال لك الاف دي حاجه اسمها لونجيتيودنال فريكشن كوفيشنت. ده بيساوي الاف دي بيساوي ايه اوفر جي. الاي ده الديسلريشن ريت، ده معدل التباطؤ بتاع العربيه، على جي ده جرافيتيشنال اكسلريشن، ده اللي هي الجي العاديه. قال لك الاي ده عندنا اتنين كيس، نورمال او ايمرجنسي. هل انت هتبطئ في كيس نورمال ولا هتبطئ في كيس ايمرجنسي؟ طب ايه كيس ايمرجنسي ان انا ببطئ فيها؟ لو ان كيس ان مثلا في رمله، قصدي في ميه، في ممكن رمله دي برضو كيس ايمرجنسي، ممكن في شبوره، كل الكيس دي كيس ايمرجنسي. قال لك لو انت ايمرجنسي هتاخدها ب 14.8 فيت بير سكند سكوير او 4.5 متر بير سكند سكوير، ده على حسب انت بتستخدم الايكويشن دي ولا الايكويشن دي، تاخد رقم من الاثنين. ولو نورمال هما الاثنين الارقام دول. الجي قال لك الجي ده يا اما ب 32.2 ده لو فيت بير سكند سكوير، او 9.81 ده لو متر ايه بير سكند سكوير. كده اتفقنا على ايه؟ على الاف.
غالبا الاف دي ممكن يبقى ايه، هو يديها لك على طول، يقول لك الفريكشن كوفيشنت ايه بكذا. لو ما ادهالكش دي الارقام اللي انت ايه بتعوض بيها، الارقام دي المفروض بتكون حافظها. طب كده اتفقنا على الاف، واليو نوتد قلناها، واليو فاينل قلناها، بقى لنا جي. ايه الجي ده؟ قال لك الجي ده الجريد بتاع الطريق. يعني ايه الجريد بتاع الطريق؟ لو ان انا جيت في السؤال قلت لك مثلا الطريق ده ابورد ب 3، اي طريق طالع ده كويس فبنعتبره بوزيتيف، اي طريق نازل ده وحش بنعتبره نيجاتيف. لو ما قلتلكش هو طالع ولا نازل يبقى تعتبره ليفلد وتاخد الجريد بتاعه بزيرو، تمام؟ فلو هو طالع بوزيتيف، لو نازل نيجاتيف، لو ما قلتلكش هتاخد الجريد بتاعه بزيرو، فلذلك دي بوزيتيف او نيجاتيف جي. فانا في السؤال يا هقول لك ان الطريق ده ابورد، يا اما هقول لك ده بوزيتيف 3، او هقول لك ان هو داون وورد، هقول لك نيجاتيف 5 مثلا، او هقول لك ان هو ليفلد. دوت ايه الجي اللي هو الجريد. تعالى بقى ناخد مساله نشوف الدنيا ماشيه ازاي. بيقول لك ا درايفر وذ ا بيف تايم 2.5 سكند، هو مديك البيف تايم، لو مش مدولك انت كده بتفرضه. از درايفنج ات 100 كيلومتر بير اور وين شي اوبزرفز ذات ان اكسيدنت هاز بلوكد ذا رود اهيد، ان هي وهي ماشيه على الطريق لقيت ان في حادثه، الحادثه دي قفلت الطريق. Determine the distance that the vehicle would move before the driver could activate the brakes. انا كده كده عندي مسافتين قبل ما يوقف، دي مثلا الستوبنج سايد ديستنس كلها، عندي مسافه اللي هي البيف تايم، وعندي مسافه اللي هي البريكنج ديستنس. هو بيقول لك لحد before the driver activate the brakes، قبل ما ان هو يدوس فرامل، قبل ما ان هو يدوس فرامل يبقى انا محتاج احسب ايه البي في، البيف ديستنس. خلاص قال لك البيف ديستنس دي بتساوي بيف تايم في السبيد. طب هنا لو السبيد بايه، بمتر بير سكند، طب هي مدالنا هنا ايه بكيلومتر بير اور، طب الايكويشن بتاع كيلومتر بير اور كانت بتساوي 0.278 البيف تايم في السبيد، 0.278 البيف تايم ب 2.5، السبيد ايه ب 100 كيلومتر بير اور. هتعوض بالكلام ده دايركت هيديك رقم، الرقم ده بيعبر لي عن ايه، دوت ايه البيف ديستنس. تعالى ناخد سؤال تاني نشوف الدنيا. بيقول لك ا موتورست درايفنج at 65 مايل بير اور on an expressway intends to leave the expressway using an exit ramp. تخيل نفسك ماشي مثلا في طريق السويس، ده اكسبريس واي، وهو بيقول لك ان الدرايفر ده سايق بسرعه 65 مايل بير اور و intends to leave an exit ramp، في رامب هنا وليكن دي طلعه المعادي، الرامب ده مكتوب عليه السبيد ليميت هنا انها ب 35 مايل بير اور. At what point on the expressway should the motorist step in her brakes؟ عند انهي نقطة في الطريق محتاج ان هو ان هي محتاجة ان هي تدوس فرامل عشان تقلل سرعتها لأقصى سرعة اللاود للرامب؟ ايه أقصى سرعة اللاود للرامب اللي هي ب 35؟ عند انهي نقطة هي محتاجة؟ يعني المسافة قد ايه هتحتاجها عشان تغير سرعتها من 65 ل 35؟ before entering the ramp. If the section of the expressway has a downgrade، قال لك downgrade ده معناه ان الجي داون يعني نيجاتيف 3%. تعالى ايه نشوف هنعمل ايه. كده معناه ايه؟ معناه ان انا عايز احسب مسافه اللي هي تاخدها عشان تغير سرعتها من 65 مايل بير اور تخليها ايه 35. يعني اذا انا محتاج احسب breaking distance، قال لك breaking distance بتساوي يو نوت سكوير ماينس يو فاينل سكوير على 30 اف بلس اور ماينس الجي. طب ليه استخدمت الايكويشن فيها 30؟ لان انت هنا ايه بيديك الارقام بالمايل بير اور وهنا مايل بير اور. جميل. اليو نوت دي سرعتك اللي هي 65 ماينس يو فاينل اللي هي 35 على 30. الاف عباره عن اي اوفر جي، يعني هنا خدت الاي كيس النورمال العاديه، الجي ب 32.2. لو الاف دي انت مش فاكر هي كام الارقام او في الامتحان او كده، خدها ب 0.3، تمام؟ يعني لو انا مش مدالك جيفن وهي كيس نورمال عاديه خدها ب 0.3، الرقمين دول تقريبا يديك 0.3 ماينس الجي. الجي اللي هو ايه الجريد ب 3 ايه على 100، الكلام ده هيديك 312.5 اي فيت. ده معناه ايه؟ معناه ان هي وهي ماشيه على الطريق وسرعتها 65 محتاجه ان هي قبل ما قبل الاكزيت بتاع الرامب ده محتاجه 312.5 فيت عشان تغير سرعتها من 65 تخليها كام؟ 35. يعني ده معناه ذا درايفر شود ستيب شود بريس اون هير اون ذا بريكس 312.5 فيت فروم ذا رامب، قبل الرامب ب 312 فيت تبتدي تدوس ايه فروم. تعالى ناخد سؤال تاني. بيقول لك calculate the minimum required stopping side distance for a road that has 40 mile per hour design speed. ده معناه ان سرعتك ماشيه ايه 40 mile per hour، ومديك الرياكشن تايم
وبيقول لك ان الرود ده داون جريد، والجريد بتاعه ب 3%، يعني جي بنيجاتيف 3%. وعايز الستوبنج سات ديستانس. الستوبنج سات ديستانس هي ايه؟ البرسبشن رياكشن ديستانس زائد البريكنج ديستانس. براحه كده اليونتس هنا بايه؟ مايل بير اور، يعني هقولها هتبقى 1.47 البيف تايم في السبيد زائد اليو نوت ماينس يو فاينل سكوير على 30 اف بلس اور ماينس جي. 1.47 البيف تايم هي معايا ب 3 سكند، السبيد اللي هي سرعتي ب 40 مايل بير اور، زائد البريكنج ديستانس هو ماشيه بسرعه 40 اللي هو 40 سكوير ماينس اليو فاينل، هي عايزه تعمل كومبليت، هي عايزه تعمل كومبليت ستوبنج، فتبقى اليو فاينل اللي هي بزيرو على 30 الاف اي اوفر جي. الجريد ده اتفقنا ان هو نيجاتيف 3% اللي هي 3 على 100. الكلام ده اتعوض بيه دايركت هيديكي 344.21 فيت. خد بالك هنا انا استخدمت 1.47 لان السبيد دي كانت مداني بمايل بير اور، واستخدمت الايكويشن اللي فيها 30 مش 254 لان اليو دي بمايل بير اور مش كيلومتر بير اور. تعالى ايه ندخل ناخد بقى ايه سؤال تاني فكره مختلفه. بيقول لك ايه؟ بيقول لك اكار هيتس اتري at an estimated speed 50 كيلومتر بير اور. ده معناه ايه؟ ادي ده الطريق بتاعي ودي الشجره، حلو، العربيه خبطت الشجره بسرعه 50 كيلومتر بير اور والجريد ب 4%، ده من جريد يعني نيجاتيف 4. اف ذا سكيد ماركس، ايه سكيد ماركس؟ علامات الزحلقه بتاعت الفرامل، علامات الفرامل. ار اوبزيرفد اون 40 متر، 40 متر اوف دراي بيفمنت، ومديك الاف بتاعته، هو هنا مديك الاف دايركت، فولود باي 80% اون جراس ستابلايزد شولدر. براحه كده هو بيقول لك الماركس بتاعت العربيه، الطريق ده بيبقى ليه شولدر. ايه الشولدر دي؟ دي اللي هي الحاره الجانبيه اللي هي ممكن تقف فيها، يعني في طريق السويس جنب اخر لاين كده بتاع اللين جنب اخر حاره في جزء كده، ده الشولدر، ده بيبقى نص حاره، ده لو واحد واقف عشان كيس ايمرجنسي او حاجه بيقدر يقف فيها. بيقول لك ان علامات الفرامل دي كانت موجوده 40 متر وليكن من هنا لهنا 40 متر على ايه؟ دراي بيفمنت، والاف بتاعته بكام؟ والاف بتاعته 0.45 علامات الفرمله، وعلامات الفرمله بعديها فولود باي 80 متر على ايه؟ على الشولدر، وقال لك الشولدر ده الاف بتاعته ب 0.25 ببساطه كده. طب هو عايز ايه؟ عايز يعرف الانيشال سبيد. بكل بساطه انا دلوقتي انا عايز اعرف الانيشال سبيد، البريكنج ديستانس، حلو، يو نوت سكويرد ماينس يو فاينل سكويرد، حلو، على 254 اف بلس اور ماينس جي. انا عايز البريكنج ديستانس، انا هنا انا عارف ان هو بدا يدوس فرامل، السكيد ماركس دي معناه انه بدا يدوس فرامل، بدا يدوس فرامل من النقطه دي لحد ما دخل وخبط في الشجره بسرعه 50. جميل. طب انا هنا معايا ايه؟ تعال نمسك الجزئيه دي نجيب السرعه، انا هنا معايا اليو فاينل صح؟ اقدر اجيب منها اليونوت بتاعت الستيب دي، هنقدر نجيب منها اليونوت. لو جبت منها اليونوت، مش اليونوت دي تعتبر اليو فاينل لاول جزئيه اللي هي تعتبر اليو فاينل هنا؟ خلاص لو معايا اليو فاينل هنا اقدر اجيب ايه؟ اليونوت اللي هي السرعه الاولانيه خالص. براحه كده. دلوقتي هي البريكنج ديستنس اصلا بتساوي اليو نوت ماينس يو فاينل سكوير على 254 اف بلس اور ماينس جي. هنا البريكنج ديستانس انا عارف ان هي بكام؟ ب 80 صح؟ في الجزئيه دي اليو فاينل معايا، اليو نوت دي اللي انا عايزها 254، الاف معايا وقال لك الاف بتاع الشولدر ب 0.25، والجي ديت الجريد وده الجريد معايا. اذا انا معايا كل حاجه ما عدا اليو نوت. نعرف نحسب اليو نوت؟ هحسب اليو نوت لايه؟ للجزئيه بتاعت الشولدر، هعرف اجيبها. اليو نوت بتاعت الجزئيه بتاع الشولدر هي اليو فاينل لاول جزئيه. خلاص جبت ايه؟ جبت من الكلام ده اليو نوت. اجي اعمل بقى البريكنج ديستانس تاني جزء، يعني البريكنج ديستانس بس دي للدراي بيفمنت. هعوض برضو ايه؟ بنفس القانون ونفس كل حاجه، اجيب ايه؟ اليو نوت، لان انا هنا معايا اليو فاينل ومعايا الاف ومعايا البريكنج ديستانس ومعايا كل حاجه، اعرف اجيب اليو نوت. دي الفكره ان جنرال. تعال نشوف هنطبق الكلام ده ازاي. قال لك ايه؟ قال لك خلاص انا مش تاني جزئيه دي اللي هي كانت الجزئيه بتاع الشولدر،
قال لك انا عايز اعرف الانيشال سبيد على الشولدر بكام. بريكنج ديستانس يو نوت سكوير ماينس يو فاينل سكوير على 254 اف بلس اور ماينس جي. اليو فاينل هي السرعه اللي خبطت فيها في الشجره اللي هي ب 50. وقال لك المسافه دي هو مشي على الشولدر مسافه قد ايه؟ مسافه 80 متر، والاف بتاعته كانت ب 0.25. معايا كل حاجه اعرف اجيب اليو نوت اللي هي السرعه الابتدائيه بتاعه الشولدر. طب السرعه الابتدائيه بتاعه الشولدر دي مش دي تعتبر السرعه النهائيه بتاعه الدراي بيفمنت؟ لان دي ديو فاينل بتاع الدراي بيفمنت. من الكلام ده انا جبت الانيشال سبيد اللي هي دي بتاعه الشولدر، طلعت لي ب 82.3. جميل، عايز اجيب الانيشال سبيد بقى بتاعه الدراي بيفمنت اللي هي اليو نوت هنا. انا معايا اليو فاينل بتاعه الدراي بيفمنت هي بنفس الرقم اللي فوق ده صح، اللي هي ب 82.3 اللي انا جبتها، ومعايا الاف هنا بتاع الدراي بيفمنت بكذا، ومعايا الديستنس دي قالك هو ب 40 متر بريكنج ديستنس. او البريكنج ديستنس يو نوت سكوير ماينس يو فاينل سكوير ده 254 اف بلس اور ماينس جي. البريكنج ديستنس ب 40 متر هي معايا. اليو نوت السرعه اللي انا بادئ بيها ما اعرفهاش، اليو فاينل انا عارفها اللي هي 82.3 اللي انا جبتها من الشولدر، 254 الاف وعلى الاف، الاف معايا هو مدالي ماينس الجي اللي هي 4 على 100. من الكلام ده انت جبت الانيشال سبيد اللي هي السرعه الابتدائيه هنا ايه في الاول خالص، طلعت لي 104.6 كيلومتر ايه بالاور. تعالى ناخد ايه اخر فكره. بيقول لك ايه؟ بيقول لك ان هاي هيوميديتي كونديشن a motorist driving at 80 كيلومتر بالاور on a leveled highway grid بتاعه بزيرو sees a truck moving at 40 كيلومتر بالاور، هو ماشي بسرعه 80 شاف تراك قدامه ماشي بسرعه 40 كيلومتر بالاور. in these conditions the motorist can see 100 meters only ahead. في الكونديشنز دي بيقدر يشوف 100 متر بس قدامه، ده معناه ان هي على بعد 100 متر. determine whether the motorist will crash the truck or not. عايز اعرف ال 100 متر دي هتكفي الموتورست ده ان هو يعمل يعمل ستوبنج ولا مش هتكفيه. بالراحه كده، هو ده الموتورست ماشي بسرعه 80 والتراك قدامه ماشي بسرعه 40 والمسافه بينهم 100 متر، عايزين نعرف ال 100 متر دي كافيه ولا لا. خلاص احسب الستوبنج سايد ديستنس هي برسبشن ريكشن ديستنس زائد البريكنج ديستنس 0.278 البيف تايم في السبيد. هنحط الايكويشن زي ما هي، خدت ال 0.278 ودي 254 لان اليو هنا بكيلومتر بالاور. 0.278 البيف تايم هو ثابت ب 2.5، السبيد سرعته كانت ب 80، دي اللي البيف ايه؟ البيف ديستنس زائد البريكنج ديستنس هو سرعته 80 اليو نوت سكوير ماينس اليو فاينل. هل اليو فاينل هنا بزيرو ولا هل ان هي ب 40؟ هتبقى ب 40 ليه؟ لان انا عايزه ما يخبطش التراك، يعني انا عايزه ما يخبطش التراك، فالورست كيس ان هو ايه؟ ان هو يوصل لسرعه 40 مش صفر، فتبقى 80 سكوير ماينس 40 سكوير ده 254 اف بلس اور ماينس الجي. خد بالك هنا الجي انا خدت الاي على جي، الاي دي الاي بتاعت الامرجنسي، والجي هنا هو مش مديك جريد فخدتها بزيرو. الكلام ده اداني 96.79، دي المسافه اللي هو هيحتاجها عشان يقف. طب دي اصغر من 100 متر، خلاص هي ويل نوت ايه كراش، هو كده مش هيقف. تعالى نكمل بيت السؤال نشوف هو عايز ايه في بيته. بقيه السؤال بيقول لك determine the maximum speed that the motorist can move in order to avoid crashing. عايز اعرف اقصى سرعه كان ممكن يبقى سايق بيها الموتوريست ده عشان ما يعملش ايه كراشنج. اقصى سرعه كان ممكن يبقى سايق بيها، ده معناه ايه؟ مش احنا اتفقنا هنا المسافه 100 متر؟ خلاص اخد ال 100 متر دي على انها البريكنج ديستانس، وانا معايا السرعه اللي هي النهائيه بتاعتي اجيب ايه؟ اجيب السرعه في البدايه. فولت ال 100 متر بتساوي 0.278 البيف تايم في السبيد اللي هو الاكس، انا ما اعرفش السرعه بكام، زائد اليو نوت سكويرد اللي هي سرعتي برضو ما اعرفهاش ماينس ال 40، انا عارف ان السرعه الاخيره اللي انا عايز اوصلها عشان ما اخبطش ب 40 254 اف بلس اور ماينس الجي. الكلام ده كل المجهول عندك ايه؟ الاكس اللي هي سرعتك اللي انت بادئ بيها. من الكلام ده هحسب الاكس، حسبت الاكس طلعت لي 81.54، دي معناها دي السرعه اللي هو ايه بادئ بيها. يبقى اذا ذا درايفر، الدرايفر ده لو ساق بسرعه 81.54 مش هيخبط، لكن لو زود السرعه دي اقصى سبيد ممكن يمشي بيها، يعني لو زودها عن كده خلاها 82 مثلا يبقى هيخبط ايه التراك بس. وشكرا جدا لاستماعكم.